اهلا بحضراتكم مره تانية لسه معاكم من خلال الاهلي الليله. واسمحوا لي بس قبل ما ابدا هذا الحوار وقبل الترحيب بضيفي ان اتقدم طبعا باسم اسره قناه النادي الاهلي وفريق العمل ايضا في برنامج الاهلي الليله بخالص العزاء لضيفنا العزيز الناقد الرياضي البارز ورئيس القسم الرياضي في صحيفه الاهرام الاستاذ محمود صبري لوفاه المغفور لها باذن الله والدته. وده اول لقاء لينا مع الاستاذ محمود اللي تغيب طبعا عن المشاركه معنا اللي بنشرف ونسعد بيه دايما على شاشه قناه الاهلي ومن خلال برنامج الاهلي الليله منذ ان حدث الوفاة. فأنا بتقدم لحضرتك بخلص العزاء اللي هي في حياتك. شكرين جدا وبقاء لله ربنا يرحمنا جميعا إن شاء الله. أستاذ محمود هنبدأ عندنا طبعا يعني أخبار كتير قوي قبل ما نتكلم عن الكورة وكنت ناقشت مع حضرتك في أكتر من لقاء سابق وهستعرض آراء كمان زملاء ونقاد بنعتز بآرائهم دايما خلال الحلقات اللي فاتت زي أستاذ ممدوح فهمي وأيضا خالد الإتريبي زميلنا العزيز الناقد الرياضي أستاذ خالد الإتريبي. هنستعرض عدد من الآراء عن مشوار الأهلي ومسيرته أداؤه الفني محليا وأفريقيا لأن ده كان حوار جدلي جدا بيننا خلال الفترة اللي فاتت. بس خلينا نبدأ بأهم أو آخر الأنباء وتسليم مقر أو فرع أرض المقر والفرع الجديد في التجمع الخامس اليوم في حضور طبعا مجلس الإدارة والمسؤولين وعدد من رموز الوسط الرياضي والمجتمع الأهلاوي مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومع وزير الشباب والرياضة لبدء تنفيذ الهيئة لهذا المشروع. حضرتك شايف ده إزاي؟ شايف خطوة مهمة جدا وده من برنامج كابتن محمود الخطيب في الانتخابات اللي فاتت. هو فرع النادي الأهلي الفرع الرابع لا شك انه هيكون صرح كبير امتداد للكيان الممتد مش فقط يعني في القاهرة، لا ده في خطوات تانية امتد في ربوع المحروسة. لا شك يعني انا وجهة نظري يعني كان المفروض العمل كان هيكون بدري عن كده شويه في لكن مساله يمكن الاستعدادات وترتيب البيت من الداخل والظروف اللي احنا شايفينها دي خطوه مهمه جدا. لسه في وقت يتم انجاز العمل. في اقبال كبير جدا على عضويه فرع التجمع كمان اللي هيقوم بالمشروع يعني اصحاب خبره الاداره الهندسيه في قوات مسلحه اصحاب خبره وتميز في صناعه كمان الاستثمار الرياضي كمان مش الشغل المدني او شغل لا نموذج قدم حاجات ناجحه كتير في البلد. تولي ومسؤوليه الاشراف على فرع الاهلي هيكون لا شك خطوه كويسه جدا خطوه مهمه بايادي وطنيه بفكر متميز اكيد هيكون في حاجه جديده هتتعمل هتكون اضافه لفروع النادي الاهلي ان شاء الله. راي حضرتك ايه في المعاني اللي اكد عليها في كلمته طبعا كل الحضور وفي مقدمته الكابتن الخطيب؟ كابتن الخطيب اشاد بكل مجالس الاداره السابقه وسرد سريعا العناوين الرئيسيه لتفاصيل ومراحل انشاء كل فرع والاتفاق على انشاء كل فرع في عهد المجلس اللي كانت مصاحبه لفترته عمليه انشاء الفروع والمقرات المختلفه وصولا الى المجلس السابق اللي كان بيسبق تولي المجلس الحالي بقياده الكابتن خطيب. انه كلنا في عمليه تكامل بيقول دايما القيادات ومجالس ادارات الانديه بتبني على مفات واننا دايما حلقات متصله من الانجاز ومن التطوير لتنميه هذا الكيان. بص حضرتك لو الكابتن محمود الخطيب ما عملش كده ما يبقاش محمود الخطيب على فكره. يعني لو قال اي حاجه تانية غير كده مش ده مش هيبقى محمود الخطيب. يعني انك انت تشيد وتؤكد على انه الكل بيدور في فلك واحد هو الاهلي مصلحه الاهلي. كل من تولى المسؤوليه هو اهلاوي واجتهد من اجل خدمه الاهلي مش من اجل خدمه نفسه. فكل واحد بيحط طوبه ولولا انه لولا ان تكن هذه سياسه الاهلي ما اكتمل البناء. يعني ايه البناء؟ ما زال في طور الاكتمال لحاجه ضخمه كبيره جدا. ففي شغل بيتعمل مش من دلوقتي ده من اول ما تم انشاء النادي. مجلس بيسلم مجلس ومجلس بيسلم الثاني وتواصل اجيال وده هو الاهلي وهو ده المفروض اللي هو العمل الجماعي. لانك انت مش بتدور على انك انت تصنع لنفسك اسم وتقول سيب اللي انت بتعمله هو اللي بيتكلم عنك. فاعتقد انه الكابتن محمود لما يقول انه احنا بنتسلمنا مهمه من المجلس السابق والمجلس السابق تسلم مهمه من المجلس قبله وانه طالما هناك في حاله يعني من عايز اقول من الشفافيه الواضحه وانه اي حد يحاول يقلل من مجلس سابق قبله ده مش هتقلل من المجلس السابق بتقلل من نفسك وتبين انك انت يعني انسان مش طبيعي. ده يخرج عن اطار الاهلي لو حصل التقليل او حتى المساس باي مجلس مهما يكون الظروف اللي هو مر بيها. لكن هو ده هي دي اخلاق كابتن محمود الخطيب
و هي دي اخلاق النادي الاهلي، واخلاق النادي الاهلي. ومش عاوزين يعني نحيد عن الامر ونقول انه لو حصل اي حاجه كده هيبقى ده مش ده الاهلي ومش دول اولاد النادي الاهلي. لا شك انه دي مراحل بتسلم بعضها حتى يصل الاهلي للمستوى اللي هو عايزه، انه يصل النهارده للفرع الرابع، ودي فرع في الاقصر ولسه في اسكندريه. ده شيء، ده يعني حاجه متفرده على مستوى العالم، انه نادي يمتلك كل يعني هذه الافرح. فده شيء على دليل على الشعبيه، دليل على القوه، دليل على الثقه في النفس، دليل على انك انت عارف بتعمل ايه وهدفك ايه وبتخطط لايه. لا طبعا كلمات كابتن محمود ما دي عنوان اساسي في النادي الاهلي، واحترام السابق تحت اي مسمى، حتى لو حدث نوع من الاختلاف، لكن احترام الاشخاص، احترام المجالس، هو ده احترام للاهلي نفسه، احترام لقيمته وكيانه، انك انت بتشيد كل واحد ادى مهمته وسلم الرايه لغيره. اللي هيجي بعد الكابتن محمود الخطيب هيقول نفس الكلام، ولو قال غير كده هيبقى برضه هو هيبقى العيب فيه، هو مش عيب في النادي الاهلي، لكن هو ده الاهلي، هو ده المفروض ابناء الاهلي وكله يشرب من نفس النبع، النبع اللي بيقوم على انه الاهلي فوق مصالح اعضائه، الاهلي فوق مصالح اعضائه، الاهلي هو عنوان للالتزام، للاخلاق، للتواصل، لعمل مستمر، تطوير مستمر، بحث عن الجديد. ده اعتقد امر واقع في كلمات الكابتن محمود. لفت نظري كمان في تصريحات الدكتور اشرف صبحي، انه ما قالش النادي الاهلي احنا حريصين على مشاركته في احتفالاته وافراحه دايما وتطويره لمنظومه الاهلي بس. قال النادي الاهلي اصبح شريك اساسي في تطوير وتنميه والنهوض بمنظومه الرياضه والاستثمار في الرياضه المصريه. بص دكتور اشرف صبحي، منين يعني لو جينا نتكلم عنه، يعني من الشخصيات المهذبه جدا على فكره، من الوزراء اللي بيعملوا بصمت، يعني ما لا يهوى الضجيج والصوت العالي قليل الكلام، قليل الكلام ولا الحركات والكلام ده. من الشخصيات اللي هي مكسب للرياضه، مهما تحاول تقول لي او تقنعني او بحاول بعض حال يقلل من دوره في بعض المواقف، في مواقف ربما لا يعجز اللسان هو يقول ايه اللي بيجرى خلف الكواليس، لكن وزير مجتهد، وزير نشيط جدا، بيحاول متواجد في كل الاحداث. امبارح كان في استقبال فريق الزمالك وهو راجع من السوبر الافريقي، النهارده كان في النادي الاهلي، راجل لا يعترف بالالوان، اللون اللي عنده هو لون علم مصر. كلامه عن النادي الاهلي، فعلا النادي الاهلي مساهم بالتطوير الهائل ده في حجم الانشاءات. ما ده بيصب بمصلحه مين؟ هو في بلد غير البلد ولا في مصر؟ والاهلي جزء، والاهلي جزء من مصر يعني، واعضائه مصريين. فاللي انا عايزه لحضرتك انه راجل كلامه فعلا اهلي، بيقدم حاجه جديده، انك انت بتوسع القاعده بتاعتك وعمليه الانشاءات المستمره دي والتطوير والاهتمام والاستثمار الرياضي، ده كله ده في مصلحه البلد. فاعتقد انه كلام دكتور اشرف يعني كلام مهم، وكلام على انه بيؤكد على اهميه انك انت تكون زي داعم في كمان خدمه المجتمع يعني، والتطوير وتقديم الافكار ودعم الاسره. الاسره هي الاساس في كل، ان الاهلي بيجمع الاسره، او اي نادي بيتعمل بيكون هدفه جمع الاسره. لكن انت كمان لما توسع القاعده دي وتجمع المسافات والمساحات دي الكبيره جدا، ده له شكل دور مجتمعي مهم هنا جدا. هنا الكابتن خطيب قال كمان ان احنا في يوم تاريخي، لان النهارده المجلس الحالي بيكمل الخطوات وبيضع حجر الاساس لانجاز جديد، وباذن الله في يوم من الايام هيبقى فرع جديد متطور من افضل واكبر فروع النادي الاهلي، والناس هتتكلم عن تاريخه وعن اليوم اللي احنا فيه النهارده اللي بدا فيه وضع حجر الاساس في النادي ده. يوم 16/2 النهارده 16/2 هيبقى تاريخ مهم بالنسبه للاهلي. وعلى فكره الناس منتظره فرع التجمع، يعني اعضاء كتير جدا، يمكن في ناس عملت اشتراك في الفرع ولسه ما فيش حاجه، لكن كلها بتمني نفسيا انها تشوف ارتباطها باسم الاهلي. فده في حد ذاته بيبقى شيء، لما انت بتتكلم انه عضو في النادي الاهلي، لا الاهلي مش محتاج لنا ولا اي حد يتكلم عنه، لانه له قيمه كبيره وكيان مهم لا شك، حتى على مستوى الالتزام والارتباط بيه. يعني ممكن تبقى مش مشجع كوره لكن بتحب المكان للنادي نفسه، لاسمه، لنجاحاته، للحاله اللي هو بيعملها. يعني في ناس يقول لك انا ما بعرفش ابدا يوم غير لما اروح اقعد في النادي ساعه او ساعتين، لازم ادخل اتمشى، لازم ادخل اتمشى وارجع. في حالات كده، في ارتباط كده، روح في فنانين روح. تاكيد على كلام حضرتك استاذ محمود، كان في فنانين في احتفاليه يوم ترفيهي في النادي الاهلي خلال الاسبوع الماضي. بعض الفنانين اللي شاركوا شفنا في تقرير اذيع على شاشه القناه، قالوا احنا اللي لفت للنظر داخل النادي تنظيم كل شيء، كل شيء منظم، كل شيء مرتب. هنبتدي ازاي؟ هننتهي من العمل ازاي؟ ومكاننا فين؟ والجمهور ازاي يستمتع بالعرض؟ طبعاً. لا لا. كل اللوجيستكس، كل التسهيلات الموجوده عشان نجاح العرض ده وانه يخرج بشكل مناسب لاعضائه. لا لا طبعا، لا في عمل بيتم،
طبعا كابتن محمود الخطيب بيقوم بجهد كبير جدا بأمانة شديدة، يتحمل كثير من التبعات. يمكن هو راجل قليل الكلام حتى والظهور في الإعلام، ما بيتكلمش خالص وبعيد جدا، لكن انت لما تيجي تتكلم لا، الخطيب تحمل مسؤولية في وقت صعب جدا، في مرحلة مهمة جدا، مرحلة مفصلية وانتقالية للحفاظ على الأهلي وكيانه، الحفاظ على وحدة الأهلي، لدرء أي مشاكل أي خلافات رغم كمان الظروف اللي هو مثلا تعرض لها والكلام ده، لكن هو مصر على التواجد في كل مكان، في كل ورقه بيبص فيها بيشوف، يعني في شغل، في بيعمل اللي بيعمله الخطيب. معلش بكامل احترام، ما بيعملوش اي عضو مجلس اداره في الاهلي ولا يقدر على عمل خطيب. لا خطيب لا شك انه عاوز اقول وجوده في المرحله دي كان مهم جدا بالنسبه للنادي. طيب انا هنتقل لكره القدم، بس هسال سؤال اخير عن النقطه دي او تعليق اخير عايز اسمعه من حضرتك. انه كلامك دلوقتي يا استاذ محمود خلاني افتكر حاجه واشوف تتفق معايا فيها ولا لا، انه في بدايه عمل او تولي المجلس الحالي بقياده الكابتن خطيب كان في محاولات مستميته ومستمره من البعض لجر النادي الاهلي او شده الى خلافات ومعارك وهميه، وانه ينشغل بصراعات ملهاش اساس وما لسنا في حاجه اليها في الوسط الرياضي في البدايه، وهجوم بمبرر وبلا مبرر، هجوم طول الوقت وهجوم بغير حق طول الوقت. الحمد لله ان المجلس قدر في الفتره اللي فاتت دي يتجاوز ده ويسكت هذه الاصوات بشغله. ان النهارده خلاص الناس لقت لا، ده النادي الاهلي تخطى مرحله انه يلتفت ولا لا للصراعات دي وللهتافات المعاديه للنادي طول الوقت، وانه بياخد خطوات وانجازات على ارض الواقع خلت الاصوات اللي كانت بتحاول ادخال النادي الاهلي في اشكاليات تهدأ كثيرا. وخلاص لان اصبح واقع ان في شغل على مستوى الرياضه وتطويرها، شغل على مستوى المؤسسه. طبعا طبعا طبعا. بص يا استاذ محمد، الكوره هي عنوان الاستقرار في النادي الاهلي، يعني يعني والاهلاويه عارفين كده، يعني ربما لا يعنيهم ما يحدث داخل النادي ايه، لكن يعنيهم انه عنده عنوان، والاهلي ايه؟ فريق كورة، هو عنوانه ومصدر قوته على فكرة ومصدر الشعبية الكبيرة جدا هي فرقة الكورة. فاستقرار وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في انك انت اخترت مدرب في توقيت انت يعني بتدور على حد يعرف يقود السفينة بهذه الصورة في وسط الأمواج وابتعاد النادي عن بطولة أفريقيا لأكثر من 6 سنوات، وده البطولة المهمة جدا. ثانيا حتى يعني مسابقة الدوري لما فاز بيها في أشرس مسابقة الدوري في تاريخه رغم كل الملابسة، ويجي فيهم يتكتب كل الكواليس والحواديت والأسرار والحكايات والقصص اللي حصلت والكلام ده، كل هذه المرحلة وحملة ممنهجة طالت النادي وطالت مجلسه وطالت رئيسه بصورة، وحالة صمت والتزام وعدم الرد دي فيها شجاعة، دي قمة الشجاعة، دي مش بيسميها بعض البعض يعني يسميها الالتزام والاحترام والأدب، مش جبن. الإنسان الملتزم بالأخلاق بالعكس ده إنسان قوي وفيها ثقة في قدرات، فيها ثقة في ده ده أنا جاي أشتغل وأنجز، مش جاي أدخل ده يعني أنا يعني مش عاوزين نخص في يعني ندخل في التفاصيل دي ونقول إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك يعني القوي مش القوي من يمتلك نفسه وقت الغضب، من هو يعرف يرد، من انت خلاص انا عمال اهاجم فيك واشتمك وانت ما بتردش، انا بزداد اشتعالا وانت تزداد ثقه ومكسبا وحبا من الجميع. دي اخلاق ودي تربيه ودي احترام وده ادب. الرد سهل على فكره، الرد والتجاوز سهل جدا، لكن في بني ادم بيحاول مش عاوز يخسر نفسه. الاهلي ممكن والقائمين يعني رفض ان هم يخسروا انفسهم في معارك وهميه لا قيمه لها، ستثبتها الايام ان هم كانوا على حق وان هم دفعوا على الكيان، ودي مش اول مره. ارجع ارجع كثير من المجالس برضو يعني هتلقى في مجالس مرت برضو بتجارب وحصل حاله من الصمت، لذلك انك ممكن تشك في نفسك يعني يا عم هو في ايه يعني ايه اللي هدو، لكن تكتشف في النهايه انك انت في النهايه انت ايه، انت اللي كسبان، انك انت لم تخرج، ما المشكله انك انت تحافظ على الخط اللي انت ماشي عليه فوق التجاوزات دي لتنجز. لا لا لا, لا 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 انت تحافظ على طريقك وعلى نهجك. وليش كمان النادي هو القطر ماشي؟ اسالك سؤال، القطر ماشي مش بتحدف في الحجاره اكيد؟ ها
صح ولا مش بيوصل المحطه؟ صحيح، خلاص وصل بالناس اللي في سلم المحطه خلاص. كمان النادي الاهلي انه بعض الاراء قالت في الفتره اللي فاتت انه كان من عوامل نجاح الحمد لله والوصول للمرحله اللي فيها شكل كبير في الاستقرار الفني والرياضي مع الاستقرار في الانشاءات وفي التطوير وعمليه التنميه في كل فروع النادي، انه النادي الاهلي عرف يشخص المشكله فنيا كويس وعرف يعالج امور كره القدم، وانه يعترف ان في مشكله عايزه علاج، لدرجه ان في وقت من الاوقات اطلقوا على هذا الامر بقياده الكابتن الخطيب، اطلق على ده اعاده بناء فريق الكوره عشان يوصل لحجم الصفقات اللي احنا قلنا ايه. احنا ما زلنا في اطار بناء فريق الكوره، انا بقول لك وما زلت بصر عليه، وكثير جدا من جماهير الاهلي اللي بتكلمنا وبنتكلم معاه ما زال فريق الاهلي محتاج مزيد من العمل. ليه؟ هناك فارق، في مشكلة، في فارق ما بين الأداء المحلي وبين الأداء الأفريقي. حاول تقول لي غير كده من غير كده، لا في مشكلة. طبعا الخبرات، الثقة، هنقول بقى فايرو لسه ما عندوش خبرة بالكرة الأفريقية، أنا مش مقتنع بالكلام، لأن هي كرة واحدة مدورة. المفروض اللي بعارف الكلام ده اللي هو الناس اللي معاه يقولوا له خلي بالك احنا كذا عندنا، هنروح نلعب في حتة فيها كذا فبنحتاط بكذا، هروح في حته هلعب مباراه عوده مع صن داونز ما اعملش زي ما حصل السنه اللي فاتت، اطلع من الاتحاد السكندري في اسكندريه واسافر والعب مباراه بعد 48 ساعه مع ايه ارتفاع عن مستوى البحر 1800 متر. خلاص ظروف جو، ظروف جو الكلام ده ماشي اوكي مع ارهاق بتاع المره دي، اسف مش مقبول بقى تكرار، لا خلاص بقى، خلاص بقى المره دي اسف. على فكره ماتش صعب جدا مع صن داونز، من فرقه اللي بتلعب كوره ولما تيجي تحسبها، انا بكلمك عن مواجهتين، لما تيجي تحسبها وتفكر وتمسك ورقه وقلم وتبص على الثمن فرق اللي وصلوا، انا من وجهه نظري نمره واحد صن داونز، نمره اثنين مازيمبا، نمره ثلاثه الرجاء ممكن، واربعة يجي بقى، انا بكلمك على الفرق اللي هي جاهزة، كرة سريعة، كرة قوية، كرة ما الوداد احنا لسه لا طبعا الوداد. فانت دلوقتي داخل على مرحلة ما عادش فيها تقبل فيها الانفصال، يعني المرحلة ما فيهاش تجارب. طيب برضو اللي بيتابعك دلوقتي اللي بيشاهد اللقاء ده يا استاذ محمود هيقول ليه استاذ محمود صنف ان اصعب المواجهات او ان نمره واحد في تصنيفه لاقوى منافسي الاهلي في مشواره الافريقي القادم ان شاء الله هو صن داونز، بينما لم تختار انه اصعب منافس يكون اللي خد البطوله او بطل دوري الابطال في نسخته السابقه اللي خد البطوله او اللي وصلوا للفاينل خد البطوله خد البطوله شفناه. هل بتشوف ان فريق صن داونز في منافسي الاهلي بيلعب افضل كوره بتتلعب في كل الفرق؟ بيلعب كوره قويه جدا، عنده لعيبه مميز جدا، وانا يعني ايه مش حابب مع كامل احترامي للناس اللي متابعه على السوشيال ميديا، مش متابع يعني جزئيه اتصاب فلان والجول اتصاب ولعيبه، يا جماعه الاهلي مش كده، الاهلي يكسب اي فرقه، مش محتاج انه يتصاب له، يتصاب من فرقه اتنين ثلاثه عشان اهلي لا، ولا وفي الاهلي دول ايه؟ يعني الناس اللي مدفوع لها ملايين النجوم الموجوده لا الاهلي مش كده، مش محتاج اسم الاهلي في حد ذاته، بس على من يرتدون الفانيله الحمراء يقدروا ان هم بيلعبوا باسم الاهلي. يعني لازم يبقى في تخلي عن حاله الخوف، في حد بيكون في ثقه، في شراسه، يعني يبقى في روح، فين الروح؟ يعني الروح في افريقيا بالروح على فكره. وعاوز اقول لك على حاجه يا استاذ محمد، لما استرد الاهلي بطوله افريقيا بعد 14 سنه سنه 2001 مع مانويل، ما كانش عندنا فريق توب على فكره، ما كانش عندنا نجوم مكسره الدنيا، ده اتعمل فرقه يعني ايه بعجوبه عشان تطلع تسترد ترجع تاني، جبت عناصر من منتخب الشباب مع عناصر موجوده عندك، فحصل عندك نوع من الطفره، بدليل انك انت اول ماتش في البطوله في الدور ال 16 يعني او بتاع انت كسبت مفاجاه بيترو تيتكو 3-2 في مباراه غير متوقعه على الاطلاق انك انت هتكسبها مباراه، ورغم ذلك خسرت منه في القاهره 4-2، لكن لعبت ب كسبناه 3-1 او 3-1 وبقنا 4-2، لكن لعبت لما تيجي تحسب على المشوار لعبت بمستوى بروح، بدليل انك لما تعادلت مع الترجي في القاهره 0-0 ما فقدتش الامل، ورحت هناك وكسبت لان عندك ثقه، وكسبت هناك بفرق الهدف اللي هو 1-1 وعملت وصلت للقيمه بقى، خدت الثقه بقى، فتعادلت مع صن داونز اللي الاهلي راح عسكر في شهر رمضان
عسكر له كام يوم؟ 11 يوم او 9 ايام قبل المباراه، والاهلي كان بيتمرن وقت المباراه واللعيبه صايمه. وانتهت المباراه بالتعادل 1-1، وكانت من هنا ايه البدايه، والاهلي فاز هنا في القاهره 3-0. فخلاص انت معاك دوري مضغوط، ها؟ مدير فني خلاص عارف نفسه، وهو بيحاول يدور ويدي فرص لناس تانية. المفروض ناس تانية بقى لما تجي لها فرصه خلاص تمسك فيها بقى. يعني ايه؟ خلاص انا ما هعمل لك ايه؟ ما انا بقول لك انزل وريني فرجني. فاللي انا عايز اقول ليه انا بقول لك ان ماتش سان داونز بالنسبه للفرق، انا قلت لك ايه؟ الاهلي وسان داونز، الرجاء ومثلا مازيمبي، ها؟ الزمالك والترجي. شايف الزمالك على فكره افضل من الترجي، يعني عنده فرصه انه يعمل مفاجاه ويكمل. هو كان افضل طبعا. وطبعا انا بكلم كمان الفوز الكبير الحقيقه. ماشي. الوداد هيلعب مع الوداد، مع مين في المباراه الاولانيه على ما اعتقد؟ مباراه في دور الثمانيه الوداد. الطرف الثاني اعتقد برضو الوداد برضو من الفرق اللي كويسه جدا رغم انه تاهل ب طيب هنكمل كلامنا، لكن انا عاوز اللي انا عايز اقوله، عايز ارجع للنقطه اللي حضرتك قلتها من شويه قبل ما نتكلم عن مباراه الاهلي وحسابات مباراه الاهلي والزمالك اللي دايما الكل بيقول انها بطوله خاصه ولها حسابات خاصه بشكل خاص، انها كمان مش مباراه دوري، مباراه كاس السوبر، بطوله من مباراه واحده وخارج مصر، فجاه طلعت حضور جماهيري ده. بس عايز اقف عند نقطه حضرتك قلتها في بدايه الحوار، قلت انا بفرق حتى الان بين اداء الاهلي في الدوري واداء الاهلي الافريقي. ليه وايه الفرق وايه الحاجه اللي حضرتك شايفها في الاداء امام فرق الدوري المصري بتتمنى تشوفها بنفس المستوى امام المنافسين الاقوى في دوري الابطال؟ ايه فرق الاداء هنا وهنا؟ يعني بص على ماتش الاهلي والمصري 3-0، انت ختمت المباراه ختام رائع، لعبت اخر ربع ساعه في المباراه واخر ثلث ساعه، رغم ان المصري ادى مباراه من افضل مبارياته كوره، يعني ككوره كلعب وراح، ولولا حل يعني لولا تالق والتوفيق الكبير جدا لمحمد الشناوي كان ممكن المباراه يبقى فيها كلام. يعني في اخطاء وهفوات دفاعيه، هنعرج على الكلام اللي قلناه من اول لو احنا اتكلمنا فيه مع بعض، نفتكر بس يعني ايه عشان ما حدش يزعل. بص كده عد كام فرصه اتضرب فيها خط دفاع الاهلي في كره طوليه، بكره عكسيه، بكره خلف. يعني لما يكون عندك المنافس عنده مهاجم سريع يتعبك، خاصه انك انت عندك شوارع في الدفاع. انت فريق مهاجم وفريق بطل مش هيدافع، لكن اذا لم تمتلك حائط دفاعي قوي وحاله من التركيز للاعيب الارتكاز معاك اللي بيضمه في حاله فقدان الكره لتضييق المسافات والتمركز الجيد، و هيعمل لك مشكله. ما دام انا بتكلم بقول لك في افريقيا حتى الان، اسال الاهلاويه واللي فاهمين هيقولوا لك في مشكله، مش ده نفس الاداء اللي في الدوري. مش ده معناه اللي الناس بتحاول تبرر، تقول لك اصل الدوري ضعيف. طب يعني انت لو كنت متصدر الدوري يبقى الدوري اقوى دوري في مصر؟ يعني انت عاوز تقلل بس من المساواه ولا تتكلم منطقيا؟ تتكلم منطقيا. فرقه بتكسب من ماتش لماتش، خدت ثقه عليك، بتطلع من مباراه لمباراه بيبقى عنده عمليه تدوير، ورغم ذلك بيحافظ ويحافظ على المكسب ده. في فرق كتيره ممكن تتعرض مع عمليه التدوير، ممكن يحصل لها هبوط في المستوى، يعني ايه الكل كان متوقع ان المصري ممكن يتعادل كان في ماتش ال 3-0، لكن تغييره واحده اسمها محمود متولي عملت الفرق في نص الملعب. قفل بدل ما كان السوليه واللي السوليه واللي معاه مش لاقيين نفسيهم. هو انت شفت عمرو السوليه في الماتش؟ ما شفتوش غير لما نزل محمود متولي وعمل يمكن عمل شكل، ويمكن الراجل برضو كان تفكيره كويس جدا انه اصلا محمود متولي اصلا بيلعب نص ملعب وبيلعب مساك، فنقلته نص ملعب. برضو انا احب المدرب اللي شغال،
يعني احب المدرب اللي مش قاعد نايم وممكن يحل مشكلته بنفسه، يعني يصنع لاعب فيجد فيه فرصه. لا وممكن هو يبقى يعني عندي خط مميز جدا في مباريات كتير ويجي في يوم مش موفق. انا بكلمك اللعيبه مرهقه اللي انا بتكلم عليه، انا بتكلم عليه يا استاذ محمد. يعني اسالك سؤال، انت كسبان الهلال 1-0 في ملعبه، خلاص المباراه فاضل فيها خلاص، هتقول الاخطاء؟ لا، المفروض انت في قمه تركيزك ما يجيش فيك هدف كان ممكن تخسر المباراه. يعني انت كسبان وكان ممكن تدوس، وهتقول لي ارضيه الملعب يا سيد الناس خلاص، ما عاوزين نبطل خلاص المبررات كفايه. يعني الاهلي مش محتاج منك مبررات، الاهلي محتاج منك تموت نفسك في ارض الملعب، تقدر اللي عامله النادي عشانك، الجمهور اللي قاعد بتاع يعني عاوز اقول لك كلامك مش مستغرب خالص يا استاذ محمود، وبنسمع كلام الاهلاويه كتير قوي انهم مطمئنين جدا. يعني قصدي ايه؟ انت في افريقيا لم تسترد هيبتك الكامله. انا هقول لحضرتك حاجه، احنا بنسمع من جمهور اهلاوي طول الوقت في حواراتنا مع اصدقائنا مع ناس كتير من محبي النادي الاهلي واللي مهتمين بمتابعه كل مبارياته، انهم مبسوطين جدا من الاداء وايقاع الفريق والنتائج في الدوري، ولسه قلقانين من اداء الاهلي في المشوار الافريقي في مبارياتنا بره ملعبنا تحديدا. ايوه طبعا الكلام ده بيتقال وبيتكرر. فهنا بين امرين او بين اختيارين، في ناس بتقول اللي حضرتك بتقوله ده، وان لازم ننتقد في التوقيت السليم عشان الفريق يحاول يلتفت الى انه يركز اكتر في مبارياته بره، او يوصل لافضل مؤشر وافضل كيرف ومعدلات لادائه بره، عشان المباريات الاقصائيه الاصعب والخصوم او المنافسين الاصعب اللي هنواجههم في الفتره الجايه. وناس تانية بتقول يا جماعه هل احنا المفروض دلوقتي في مرحله زي دي نصدر قلق للفريق ولا نمنحه ثقه اكبر في نفسه قبل اللقاءات الجايه؟ دي جدليه موجوده، عايز اسمع راي حضرتك فيها. حضرتك تخاف من النقد لما انا بقعد اهدم في الفريق واقول لك ده ما فيش امل؟ لو انا قلت لك انه ما فيش امل وفرقه فاضيه وما فيش، يبقى انا راجل بنا خلاص، يبقى انا بهدم الفريق. لكن يا فندم ده انا بتكلم على حاجه واحده. طب حضرتك شفت بدايه، انا ما شفتش الماتش يعني، انا اتفرجت على بعدين ممكن. شفت بدايه ماتش النجم الساحلي؟ صادمه ازاي؟ اول ربع ساعه؟ شفت نجم راح على المباراه كم، راح على مرمى الشناوي كم مره؟ كتير جدا. اما انا بكلمك اهو، ده ما يخوفكش؟ والهدف اللي دخل مرمانا كان هدف ممكن تلافيه بسهوله جدا في مباراه النجم. ما انا بكلمك يعني انا بسالك في مباراه هنا في القاهره. اه حضرتك بتتكلم عن مباراه القاهره، انا بتكلم عن المباراه اللي لا سيبنا من هناك خلاص، هناك عدت خلاص، انا بكلمك على هنا. شفت انت حاله الخوف؟ هو ده اللي يخوفك، انت خايف من ايه؟ فريق خسرت منه وتعاملوا معاك بطريقه مش كويسه وحصل اشتباكات وحصل، ايه رد الفعل؟ خايف من ايه؟ مبرر. خايف من ايه ابو 100 مليون و70 مليون و60 مليون؟ يعني نجيب لك ايه تاني؟ نعمل لك ايه تاني؟ يعمل لك ايه الاهلي تاني؟ يعني انا عاوز افهم برضه الفريق اللي حاليا ده يعني ازود منك اعلى قيمه سوقيه في القاره كلها. انا ده عاوز اقول لك على حاجه، ده في لقطات في مباراه المصري تخليك لازم تقف عندها يا استاذ محمد، زي في كور الالتحامات كلها انت خسرها، ده غريبه جدا على الاهلي الكلام ده. هبرر لك واقول لك ايه، طب اللعيبه كانت خايفه عشان كله بيفكر في ماتش السوبر، برضه مش مبرر بالنسبه لي. طب ممكن تخسر ماتش مصر عشان تفكر في السوبر؟ يبقى ده اعمل لك مشكله في تعمل نفسك مشكله وانت ماشي في الدوري، مش تعمل نفسك مشكله مثلا وتفكر لا بس هخسر ازاي الاحتماليه؟ معلش يا استاذ محمود، لا انا بسالك سؤال. لا اتفضل. انا بتكلم على ايه؟ سؤال يعني انا بتكلم على ايه؟ على انه المساله في لقطات وفي بوست، تيجي تبص بوست كده لقطه في المباراه، يعني تاخد باراجراف من المباراه كده تقف وتبص على جمله بتتعمل فتلقى انت تفسر ايه الموقف ده معاك يا يعني ايه مساله الالتحامات، وانت ادائك في الالتحامات انك انت عندك اداء رخو ما فيهوش القوة. في فرق بين اداء رخو برضه، انا هقول لحضرتك وفكر في الاحتمال ده وقول لي يعني نتفق او نختلف على الراي. انه في العالم كله ممكن مدرب مع فارق المستوى لصالح اوروبا طبعا بفارق كبير في المستوى عن المنافسات الافريقيه والعربيه، مش بنقارن في المستوى بنقارن الحاله، المدرب اللي عنده تشامبيونز ليج وعنده الدوري بتاعه في فرنسا في هولندا في انجلترا، احيانا بيبقى داخل على مباريات مهمه بالنسبه له قاريه او في التشامبيونز ليج، وبيبقى حريص على انه من تعليماته للعيبه انه عايز يكسب مش عايز يخسر، ما بيقولهمش في تراخي في الاداء او تهاون، بس بيقول لهم قدر المستطاع تفادوا الالتحامات اللي ممكن تسبب لي اصابه، انا مش عايز اخسر ولا عنصر دلوقتي. وده بيحصل يعني
طول اكيد حضرتك تعرف ده. انا عارف ده. فممكن يكون اللاعبين نفسهم او في تعليمات من الجهاز الفني انه حاولوا تتفادوا الكرات اللي فيها التحام خشن ممكن يخلي اللاعب يتعور. انا مش عايز اخسر نجوم دلوقتي قبل المباريات اللي جايه سواء سوبر او مشواري في افريقيا. انا اخد بالي يعني حتى عشان ما اقولش ان ده تراخي بس انا بفكر يعني لا انا مش بتكلم على تراخي يعني. مش بتكلم على تراخي مفيش تراخي بتكلم على اداء اراخو يعني المفروض يبقى فيه قوه. هو ايه مثل الاهلي عن فرق الدوري او في افريقيا الروح والاداء والاداء يعني الاداء القوي للالتحامات. بص اعتقد مازال فايلر لم يصل الى حل يعني الاشكاليه بتاعت اداء في افريقيا يعني هو في حاجه في حاجه في حاجه لو لازم تلاحظها في حاجه غايبه يعني في جزء لان محتاج حته تتحط كده تروح قافله ها يقول لك ايه ده نورت يعني خلي الفريق اداؤه يكتمل الافريقيه دي ايه بقى عارف ايه انك تحقق فوز خارج ملعبك. ايوه دي اللي لسه الجمهور كله بيطالب بيها. انا بكلمك اهو يعني اسالك سؤال يعني ايه تحقق فوز خارج ملعبك؟ يعني في شغل يعني في جمله تتعمل يعني في اداء قوي في الملعب. انت مش هتفوز غير بجهد يعني ما اعرفش في اللفظ يعني هتسف النجيله زي ما بيقولوا. لما تكسب فريق خارج ملعبك بحجم صن داونز اللي يعني انا رغم قوته لكن مش مرعب بالنسبه لك ده لاعب قصاد لاعب بس في واحد بيموت نفسه وفي واحد مش عاوز يجري. هتواجه فرقه متميزه جدا في اللعب البرازيلي كره القصيره السريعه جدا جدا هم فعلا بينقلوا كره كويس بينقلوا كره بسرعه يعني حافظين بعض يعني من غير ما يبص عليك عارف الكره رايحه فين. احنا مش اقل من الناس دي احنا احسن لما يكون عندنا تركيز. فاعتقد يعني بتطالب نفس المجموعه اللي موجوده في الاهلي حاليا مجموعه النجوم دي حضرتك شايفها متكامله أيوة. والجهاز الفني قدراته ولكن بتطالب باداء فيه قوه بدنيه اكبر تماسك اكبر هدفك وثقه اكبر. هدفك الاساسي ايه؟ هدفك الاساسي بطوله افريقيا. طيب بطوله افريقيا انت كسبت افضل 8 انديه في افريقيا يعني دول الافضل دلوقتي في افريقيا في الفتره الحاليه. عيب قوي انه ما يبقاش الاهلي طرف من اطراف المباراه النهائيه. ما يصحش. انا متفق معاك في انه مفترض بعد كل اللي تم توفيره بص من عيب بعيدا بص على يعني على كم النجوم اللي موجود كم يا جماعه حاجة. كم التعاقدات وجهاز فني متكلف ايه وامكانيات محطوطه مش عاوز اقول يعني ايه 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 في ايه تقين ناقصهم يعني ايه المبرر يعني عشان تفوزوا بطوله افريقيا يعني مش فرقه مش مرعبه يعني لا بالعكس ده في اداء وفي شغل وفي روح في قوه وفي هدف انت عايزه هتتعب عشانه لكن مش انت مش عايز خلاص انا مش هتقابلك. فاللي انا عايز اقول لك ايه مباراتين بتوع صن داونز دول نقطه فاصله ومفصليه في فوز بيهم الفوز فيهم والتخطي هيبقى نقطه مهمه مفتاح للفوز جدا 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 جدا. اكمل الجمله بقى لحضرتك اسئله خصوصا المباراه الثانيه هناك. اه طبعا لا ده المباراه الثانيه لا دي هتبقى عنوان حقيقي للفريق وادائه طبعا وترجم كل لا 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 ده مباراه ثانيه مباراه عاوزه مش عاوزه اقول نبو انت ماشي كده تعمل لها كده لا ده عاوزه روح قتاليه تسلم روح قتاليه عاوزه رجاله في الملعب. انت عندك القدرات يا جماعه مش عارف احنا افضل فريق حاليا منتظرين ايه يعني ايه يعني اقول ايه مش قصدي الاداء اكتمل زي ما حضرتك بتقول انا قصدي اكتر فريق عنده كم من النجوم تسمح له بتحقيق اللي هو عايزه فنيا لو الفريق اجاد ونفذ رؤيه وتعليمات والتاكتكس اللي بيحطها الجهاز الفني اعتقد ان احنا الاوفر في عدد النجوم في اي فريق. انا بكلمك خلاص انت عندك ايه لكن انت ايه الفرق بين بينك وبين اي حد لو تفوق عليك يبقى انت السبب انت اللي اديت الفرصه الكره في ملعب انت انت اللي بص الجهاز الفني واللعيبه لا انت اديت الفرصه يعني ما تروحش تقابل صندوق تنزل وانت خايف ما ده اللي يخوفك على فكره انك تنزل قدام هنا في القاهره وتبقى انت خايف. على فكره ممكن برضو بعض الناس وهي بتتابع حضرتك دلوقتي يقولوا احنا متعودين نمشي خطوه خطوه ايه اللي خلانا نتخطى مباراه الاهلي والزمالك في السوبر. انا عارف انا من وجهه نظري انا من وجهه نظري انه افريقيا هي الحلم بالنسبه للاهلي وجماهيره طبعا
مع كامل احترام لمباراة السوبر المحلي اللي انت لسه فايز بيها في مش عارف 20 سبتمبر ولا 29 سبتمبر اللي فات. طب نتكلم عنها 10 دقايق. نتكلم عنها. انا معاك. عشان الجمهور ما يزعلش مننا بس تحتها. خلينا نشوف المباراة وهنرجع. وعلى فكرة المتفق مع حضرتك كتير جدا ان كل الجماهير في كل مكان بتقابلنا بتتكلم عن المباراة اللي جاية بتقول طموحاتها لفريق الكورة والجهاز الفني، شايفين ان كل الجهد المبذول تعاقدات الاختيارات الفنية تطوير الفريق إعادة بناء النجوم الموجودة فايلر وقدراته بتقول ان احنا مؤهلين وان الكره في ملعب الفريق نفسه دلوقتي المسؤوليه عند الفريق. بس هنرجع للنقطه دي ونشوف حسابات التميز للنادي الاهلي وحسابات القوه عند المنافسين اللي المفروض نتعامل معاها بشكل افضل من النسختين السابقتين من دوري الابطال او الكام سنه اللي فاتوا اللي ما وفقناش فيهم في البطوله الافريقيه. حضرتك شايف ازاي فرص الاهلي وشايف ازاي لقاء القمه في الامارات يوم الخميس بين الاهلي والزمالك؟ سوبر ابو ظبي، سوبر رقم 17، سوبر فوز نادي الزمالك بالسوبر الافريقي يضفي على المواجهه مزيد من الاثاره والحماس والقوه، هيخلي العمليه 50-50 روح عاليه منافسه. لما يقول لك انه الفوز على الاهلي ده يساوي بطولتين، بطوله الفوز بالبطوله الخاصه والفوز ببطوله، يعني دي تصريحات من مسؤولين في نادي الزمالك. حضرتك شايف ان فوز الزمالك في السوبر على الترجي التونسي يعني اداله قدر من الثقه قبل اللقاء ده؟ لا طبعا، خلى فرص اداؤه انه يكون اداؤه جيد او افضل مما كان لو خسر السوبر الافريقي. لا لا لا، ده اداله يعني ادى هيخلي فيه حماسه، في روح معنويه، يعني كسبنا الترجي ليه؟ ما كسبنا بطل افريقيا خلاص، ده الورق وبيقول كده والمنطق اللي اتشاف كسبنا غرب ما نكسبش الاهلي. طموحات الاهلي طموح نكسب الاهلي. طيب يعني طموحات الاهلي وحوافز فريقنا الاهلي. الاهلي بقى عنده بص بص حضرتك، الاهلي طبعا هيبقى في تحدي جديد لفايلر، لانه فايلر فاجئ الجميع في ماتش سوبر 3-2، يعني ما حدش كان يتوقع، واكثر المتفائلين في الاهلاويه لم يكن يتوقع انه الاهلي يكسب السوبر. لو تفتكر ارجع على الثلاث اربع شهور اللي ورا كله كان الزمالك متوهج، كمان بعد ما فاز بالكاس كاس مصر امام بيراميدز عمل برضه مباراه كبيره، وكل الكلام اللي اتقال. لكن عايز اقول للي متابعين واللي ممكن يعرفوا، عاوز اقول للاعيبه الاهلي هم نفسيهم، يعني هو الاهلي كاسم عنده ميزه انه في فريق في المواعيد الكبرى، يعني فريق بتاع المواعيد الكبرى، يعني تجد فريق ممكن يدي لك اداء انت ناس مش مقتنع مثلا باداء قدام المصري ويفاجئك باداء قدام الزمالك اداء غير متوقع. المشكله انه فوز الزمالك هنا على السوبر خلى المباراه هتبقى فيها ندية. شد لا ندية وشد وجذب، دي حاجة. حاجة تانية، انت عندك كارتيرون درب الاهلي عارف كل صغيرة وكبيرة، حتى مع كم التغيير اللي في الفريق الاهلي ده تقريبا اللعيبة الجديدة، بص هقول لحضرتك حاجة، اللعيبة اللي تم التعاقد معاها في 2019 فترة انتقالات شتوية ثم في اغسطس وفي يناير 2020 90% منهم ما لعبوش مع كارتيرون. لا لا، بيلعبوا دلوقتي بنسبة 90% في الاهلي بالظبط، بس هو عارف من عارف بس عارف عارف, عارف كلمة السر ولا مش عارفها؟ طبعا دي ميزة لصالحه. طب انا بكلمك اهو، عارف كلمة السر ولا معانا؟ دي حاجة تانية. الداهية السويسري خلاص بقى عنده ثقة، يعني ايه هيتعامل عنده ثقة ازاي؟ عارف يعني خلاص من اهل الدار بي، فهيعرف يتعامل مع الموقف، وعارف قدر وقيمة فريق نادي الزمالك وجماهيريته الكبيرة والروح اللي جاي بيها، واكيد عارف ان المباراة بتاعت السوبر اللي فات غير المباراة دي، الوضع مختلف. مرة فاتت هم ما شافوهوش وقال لك ده قعد يقولوا عليه، فربنا كرم ووفقه كسب شعبية عند جمهور الاهلي. المباراة المرة دي هيبقى فيها صراع شرس وروح قتالية في الملعب بين الفرقتين، اتمنى تكون يعني في الملعب، اتمنى يعني ايه بعد الاحداث اللي حصلت بعد مباراه السوبر والفيديوهات اللي اتسربت. هل متساويتين يا استاذ محمود؟ انا ما بتكلمش عن حسابات اداء في مباراه اهلي وزمالك اللي طول عمرها خارج الحسابات وخارج المقاييس وخارج التوقعات وكل شيء فيها وارد. انا بتكلم مع احترامي الكامل لقدرات الزمالك القطب الثاني للكره المصريه ودايما المنافس التقليدي النادي الاهلي، وزي ما حضرتك قلت خارج بروح البطوله والانتصار الكبير على الترجي في السوبر الافريقي، ولكن هل حاليا
الاهلي ما عندوش ميزه تنافسيه لصالحه، مع احترامي لبعض العناصر طبعا المميزه الموجوده في فريق الزمالك، لكن هل هي على نفس درجه قدرات المجموعه الموجوده حاليا في الجيل الحالي في الاهلي؟ هل عندهم نفس الوفره من النجوم في الخطوط زي الاهلي؟ اه ولا لا؟ اه طبعا فعلا؟ اه طبعا. مختلف مع حضرتك بس اتفضل. انا شايف طبعا الاهلي عندهم كمجموعه لاعبين او العناصر المميزه بعدد كبير اللي هي بيتقال عليها كي بلايرز شايفه اكتر في الاهلي، لكن هي وجهات نظر حضرتك طبعا رايك مهم جدا. انت بتقول لي موجود عناصر؟ انا ما بعدش، تقول لي موجود عناصر مميزه بقول لك موجود عندهم عناصر مميزه. لا معلش يبقى انا هوضح سؤالي مره ثانيه. هل انت قصدك على العدد يعني؟ متساويتين في ايه هو مقياسك يا قصدي في عدد اللعيبه؟ ما انا بس ايه هو مقياسك يا ريس لعدد اللعيبه؟ مش بالعدد، انت عندك لاعب واحد ممكن يغير المباراه؟ يغير لك المباراه. هو مين اللي قلب المباراه بتاعت السوبر افريقي؟ بن شرقي. بن شرقي عمل مباراه. طيب هو نادي الزمالك جاب بن شرقي ليه؟ تقدر تقول لي كده؟ لا قول لي يعني جاب الشرقي ونجم ليه؟ عشان دول الاثنين اللي صنعوا هدف فوز خساره الاهلي لدوري ابطال افريقيا في 2017. انا عاوز اجيب حد كسر الحاجز النفسي مع الاهلي عشان يكسر الحاجز النفسي اللي عندي، يعني ده تفكير برضو. انا عاوز اكسر الحاجز النفسي. هو بكى ليه بن شرقي في مباراه السوبر بتاعت 3-2؟ لانه ما عرفش يعمل حاجه. اه في بدايه اتفاجئ لصالح الاهلي، اتفاجئ بالاداء رغم انه عرف يجيب ضربه جزاء يعني ضحك بيها فيها على حمدي فتحي، حمدي فتحي فيها لعب ليبرو مش مركزه يعني. لكن عايز اقول لك ايه؟ الزمالك عنده مصطفى محمد تعمل له الف حساب. مهاجم مميز، لعيب عنده قدرات بيتطور من مباراه لاخرى. لا في شغل هيبقى مرهق ومتعب جدا وهيحتاج جهد جدا كبير جدا من دفاع الاهلي. لانه بن شرقي من نوع اللاعب ايجابي. بص خلي بالك، ادي مصطفى محمد ومن خلفه بن شرقي واوباما. وما بيعرف ياخد مناطق وياخد مناطق في الملعب وفي منطقه الجزاء بالذات بيعرف يتميز. في لعيب يتطور جدا اداؤه في نادي الزمالك زيزو. اداء مستوى عامل شغل. طارق حامد على فرجاني ساسي. في عناصر خبره او مفاتيح في النادي الاهلي. انت بتبقى يعني من وجهه نظري برضو انه ما زال الاهلي متاثر رغم انه لسه ما اكتمش كنجوميته بغياب حمدي فتحي. حمدي فتحي انت صدقت ما لقيت حته انت بتدور عليك ليها النهارده كام سنه؟ ها؟ 5 6 سنين او 7 سنين بتدور على لعيب ديفندر هداف صانع لعب. فكان لازم يتصاب. كان لازم العينين الحلوه يعني الجميله برضو يعني. لكن انت هو الراجل بيحاول يشتغل عندك طبعا. لا يعني مش عاوز اتكلم، اتكلم على اداء الاهلي وقوته فين، كل الكلام ده معروف. لكن عندك عمرو السلاله لما يكون في حالته، شايف محمود اوتيل هيبقى اضافه جديده، شايف اليو ديانج مكسب كبير طبعا، مكسب كبير من وجهه نظري. رمانه الميزان والقسطه والمعلم محمد مجدي قفشه لما هيكون فايق هيبقى هيعمل الفارق. خبره وليد سليمان في وقت نزوله. عندك يعني طبعا عوده رمضان صبحي لا شك هتديك اضافه كبيره جدا للفريق. طبعا يعني مروان محسن محتاج يعني سن التوفيق يعني عاوز اقول للناس يعني بالراحه في ماتشات مروان بتلقاه موجود فيها، وفي ماتشات وهدف واثنين في ماتشات بيحاول وبيجتهد يعني. هو محتاج بس ايه انك انت لان هو حاسس ان نفسه كلها عينيه بتطرق يعني من بره. ما فيش حسين الشحات برضه محتاج يقف مع نفسه يعني محتاج يعتقد. لا يعني مباراه هتبقى صعبه جدا. مش مساله الاهلي والزمالك، مش مساله نجوم بقدر ما الفريق اللي يمتلك هدوء والاداء الجماعي واللعبه السريعه والكره الرشيقه الخفيفه السريعه هو اللي هيخلص واللي هيستفيد من النص فرصه اللي هتتاح. انا يعني بكلمك اهو يعني انت لو لاحظت في مباراه السوبر اللي فاتت الاهلي باخد الزمالك بالكره السريعه لمسه واحده تك تك يعني ايه بتلاقيها لحد 65 او 70 دقيقه من عمر. انا بكلمك يعني دي عملت ايه؟ يا ترى ايه اللي في مخيله وفكر فايلر مخبيه لكارتيرون؟ ويا ترى كارتيرون ايه اللي هيفاجئ بيه؟ برضه دي كلها ايه؟ هتبقى في صراعات. كل فريق عنده دوافع، الزمالك دوافع انه فاز بالسوبر. وجهه نظري دوافع الاهلي هيرد على اللي حصل بعد السوبر. يعني انا وجهه نظري.
يعني التجاوزات اللي حصلت بعد السوبر واللي حصلت امبارح ما كان يجب. دي مش رياضه خالص، مش مطلقه. انت كسبت ماتش او كسبت بطوله افرح ومتع نفسك. عموما انا عمري ما بتكلم عن ماتش اهلي وزمالك من منطلق انه ممكن توقع نتيجته او انه داخل الحسابات او داخل التقييمات، لان دايما المباريات دي في كل جيل وفي كل عصر زي ما حضرتك تابعت دايما كلها دايما خارج الحسابات، وممكن لاعب واحد يحسم وممكن فريق كامل بادائه يحسم، صعب جدا. واحيانا كان الافضل بيكسب واحيانا كان الاقل اداء بيكسب، المهم حسم اللقاء وده اللي بيبقى في التاريخ. وما بنتكلمش عن اي منافس، الاهلي بيحترم وبياخد كل منافسيه بنفس الجديه، بشكل خاص ما يبقى منافس قوي وله تاريخ وله جماهيريته زي الزمالك وعنده عناصر كويسه طبعا بيجمع الاراء زي ما حضرتك قلت. انا بس عندي شويه حسابات متواضعه جدا بتميل الكفه لصالحنا شويه، والله اعلم. والتوفيق للفريق اللي هيكون موفق هيفوز. عندي حسابات عن فريقي بخطوطه الحاليه انه في وفره من اللاعبين اللي لو كانوا في حالتهم يقدروا يغيروا سيناريو المباراه، ان عددهم اكتر في كل خط في الفريق، واتمنى انهم يكونوا موفقين. لكن المباراه ما لهاش حسابات. لا المباراه، بص المباراه ما لهاش حسابات ليه؟ لانه بص يعني المباراه في اجواء مميزه في ابو ظبي وطاقم تحكيم اوروبي وكمان حكم الفار كمان اوروبي، وما عادش في مبررات. طبعا هتبقى ارضيه ملعب وروح مختلفه. احنا اهم حاجه عندنا يعني عاوزين ايه؟ عاوزين نخرج من دايره يا جماعه ان احنا نلعب مباراه كوره. يعني بلاش نعمل الحركات والافلام بتاعت بره وضحك الناس عنين، يعني عاوزين رايحين نلعب مباراه كوره. يعني بصوا شوفوا يعني اتحاد الكره السعودي عامل ايه الشهر اللي فات؟ جاب اربع فرق من اسبان الدوري الاسباني وعمل سوبر الاسباني. وشوف الجمهور والملعب والناس والمتعه دوليه في الامارات كبار من مصر، واللي فايز والمهزوم مهنا الفايز والفايز خد بيد المهزوم. يعني عاوز اقول ايه؟ يعني عاوزين نطلع نقول ليه ما يجيش بكره وبعده يتعرض على نختار الاول والثاني والثالث ورابع الدوري المصري وتعمل بطوله سوبر في مكان، وده كله ده بيبقى لصالح مين؟ لصالح الانديه ولصالح اللعيبه. يعني نستطيع ان احنا نخرج من الكلام ده؟ فعاوز اقول ان احنا المباراه فرصه لتبييض وجه الكره المصريه، ان احنا عندنا يعني عندنا كوره. المباراه نتيجتها ايه فنيا؟ يعني هتقعد تمسك وتحلل فنيا ده هيبقى كلام، لكن اللي على ارض الملعب حاجه واللي في الورق يوم، لانه حاله اللعيبه النفسيه والفنيه يوم المباراه هي الفيصل، هي اللي بتحسم كل حاجه، هي اللي بتحسب. والتوفيق والتوفيق وعدم التوفيق، انت ممكن طرد في اول خمس دقايق يلخبط حسابات اي فريق، يلخبط حسابات، وممكن هدف في اول دقيقتين وممكن تبقى مباراه مقفوله وتنتهي بضربات. صحيح. عشان كده عمرنا بنتكلم عن، انا بكلمك في اللي انا عايز اقول لك ايه. كل فريق مدجج باسلحته، والمدرب الذكي هو اللي يستطيع يستخدم سلاحه في الوقت المناسب لانجاز مهمته. خلاص الاهلي عنده روح معنويه، روح المعنويه في ايه متميز فيها؟ فانه هو كاسب الزمالك في اخر مواجهتين دوري وسوبر. الزمالك عايز يرد، شايف ان الفوز بالسوبر الافريقي ده ولا حاجه، غالبيه جماهير الزمالك كده، والفوز على الاهلي يساوي ليست بطوله واحده بل بطولتان. فاعتقد ان كله ده هيبان فين؟ في الملعب. ومن الشحن، هل شحن فني بطاريه فنيا ولا شاحن نفسي وتبقى مباراه بقى نقعد نخبط في بعض ونضرب بعض وعندنا افريقيا المهمه ولا مباراه كوره هيقدم لا ولا عاوزين نلعب كوره؟ لا لابد انه اكيد لاعبتين الفريقين هيكون حاسين انهم هيلعبوا الكوره. فالمدرب اللي قرب فريق الثاني او يعني بخته بلعبه، بخته بتكتيك بلقطه، ما هو هدف. يعني اللي هيبدا بالتهديف هيبقى عنده مشكله. الفريق اللي عنده كمان قدرات انه لما يجي في هدف يعرف يرجع، غير الفريق اللي ما يجي فيه هدف ما يعرفش يرجع. خلي بالك دي برضو ايه؟ طبعًا دي برضو دي حسابات برضو ايه؟ حسابات الاهلي والزمالك يعني بص يا محمد، بيظهر معدن الفرق الكبيره في العوده. صحيح. انك تمتلك، كان ممكن يبقى فيه يجي في الجول والتاني وتعرف ترجع 3-2 او ترجع 2-2 او ترجع 4-2. يعني عاوز اقول لك ايه؟ دي بيبان على قدرات اللعيبه الفنيه والذهنيه وثقتهم في انفسهم وان هم عارفين هم بيعملوا. وممكن ايه العكس، ممكن الفريق يدخل مرمى هدفين في مباراه بطوله او مباراه مهمه فينهار تماما، فينهار تماما ويصاب باربع اهداف وخمس اهداف وخلاص يبقى اليوم مش يوم. يعني بس اللي حضرتك قلته هو افضل عنوان لهذا الامر، ان بنتمناها مباراه تليق بالفريقين الكبيرين. طبعا ده اهم حاجه على فكره، عدد حجم بعيد عن اللي حصل. يعني انا حزين على انه لما يبقى في لعيبه كبيره في نادي الزمالك وتعمل الكلام ده، غلط الكلام ده، غلط انك انت تحتك بالجمهور. يعني
حتى يعني عاوز اقول لك ايه، يعني حتى لو كان الكلام ده من جانب بعض من لعيبه النادي الاهلي هيبقى امر مرفوض ومش مقبول على الاطلاق، وغير واجب ان اللعيبه تنفعل مع الجمهور في تصرفات جمهور ليه حسابات تانية، جمهور جماهير بتكيد لبعض، لكن لعيبه في الملعب المفروض تطلع تخرج، لانه البعض بيستخدم هذه الاشياء وبيعمل منها فتنه وبيعمل فيها. احنا صحيح. تعبنا بقى من الفتن، صحيح يعني تعبنا من الفتن ومن التعصب ومن التعصب يا جماعه. يعني ما بنشوفش الكلام ده في اوروبا. عايزين مباراه، حضرتك قلت عايزين مباراه ممتعه، مباراه كوره، الناس تقول مباريات اوروبا اللي بنشوفها. بص حضرتك، عايزين مباراه كوره تليق بان احنا نقول احنا عندنا كوره، عايزين نقدم اطار فني على مستوى يقول الفرقتين دول يستحق ان هم يبقوا ابطال افريقيا. صحيح. يعني ايه هدوب حساب كل العيون ها بتتابع، يعني صن داونز تلاقيها عندك في الامارات وراك في كل حته، وهنا متابعه هنا. الترجي خلاص بقى ماشي مثلا مع الزمالك، وبقت قضيته الاساسيه مباراتين مثلا اللي جايين. فاللي انا عاوز اقول ايه، عاوزين نخرج من تبقى مباريات مواجهات الاهلي والزمالك مش بكل الحسابات المعقده، وتليق بمستوى مباراه كوره يعني مباراه 90 دقيقه وانتهى، اللي فاز فاز واللي خسر خسر واللي تعادل تعادل وكل واحد يبص. هنرجع لدوري ابطال افريقيا سريعا، نتمنى طبعا مباراه السوبر تكون مباراه قمه في الاداء وقمه في التنافس الحقيقي على مستوى حجم النجوميه والنجوم المؤثرين الموجودين، زي ما قال ناقدنا الرياضي الاستاذ محمود صبري، في صفوف الفريقين الاهلي والزمالك، وعلى قدر استضافه طبعا الامارات العربيه الشقيقه لهذه المباراه. مش اول مره تستضيف الامارات هذا اللقاء، في التفاف جماهيري مصري ضخم واماراتي بهذا حدث واهتمام اعلامي، في انظار وكالات انباء ووسائل اعلام دوليه بتتابع هذا اللقاء وبتنظر لاكبر فريقين في افريقيا بحكم تاريخهم ورصيد بطولاتهم الاهلي والزمالك. ان شاء الله يكون اللقاء على قدر كل عوامل التميز الموجوده في حجم النجوم الموجودين اللي بيعبروا عن مستوى الكره المصريه، والتصرفات تكون فيها رقي وفيها تصرفات تليق او اداء يليق طبعا كرويا وجماهيريا وتنظيميا والتزام وسلوكيات واخلاقيات تليق بمستوى النجوم واسم اكبر نجوم الكره المصريه الموجودين في الفريقين. وان شاء الله نتمنى بالتاكيد يكون الفوز حليفنا في هذا اللقاء. سؤال اخير لناقدنا الرياضي الاستاذ محمود صبري، اخر الاخبار اللي وصلت الى حضرتك وكل ما اثير من اجتهادات حول مطالب النادي الاهلي، وطبعا مطالبه اللي قلنا انها مشروعه باستضافه استاد القاهره للمباراه المهمه يوم 29 باذن الله امام صن داونز. ونتمنى طبعا انه يعني استاد القاهره ده يعني بغض عن يعني احنا يعني كل اساتذتنا اطلقوا عليه استاد الرعب. استاد الرعب لامتلائه بالجماهير، وده كان يعني وش الخير على كره القدم المصريه، لانه شاهد على تتويج باغلب يعني كل البطولات اللي اقيمت عليه، دوري ابطال افريقيا اغلبها منتخبات. اقرب لان يكون خبر من حضرتك دلوقتي يعني اعتقد باذن الله تعالى انه اقرب، يعني ان شاء الله مباراه تقام في استاد القاهره بحضور من 30 ل 40 الف متفرج باذن الله تعالى. واعتقد انه في جهد مبذول في الساعات الماضيه من كابتن محمود الخطيب في اتصال بالمسؤولين ولشرح وجهه نظره، وكمان من خلال كمان تدخل وزير الرياضه. اعتقد انه يعني استاد القاهره يا جماعه لما ما استضافش مباراه زي دي ما استضيف مباراه ايه بس؟ أكيد. يعني اعتقد اتمنى طبعا ان شاء الله، مش كنت اتمنى يبقوا 60,000 و70,000 ان شاء الله، لان ده حلم بالنسبه لك. اذا لم يفز الاهلي او الزمالك ببطوله دوري افريقيا وعادت الانديه المصريه لرياضتها افريقيا، لن يعود المنتخب الوطني الى سابقه. للاسف وقتنا انتهى، وبشكر حضرتك، احنا تجاوزنا وقتنا بالفعل، لكن كلام مهم جدا. باذن الله يبقى في استجابه من المسؤولين، وعلى ثقه ان في وعي باهميه هذا اللقاء واللقاءات اللي بتمثل فيها انديه مصريه في مقدمتها النادي الاهلي، الكره المصريه على المستوى العربي او الافريقي او الدولي، والتفاف اكبر قدر ممكن من الجماهير، وعوده جماهيرنا لتكون الوقود واللاعب الاول والدافع الرئيسي لفريق النادي الاهلي وللفرق المصريه في ارتباطاتها العربيه والافريقيه، وان تعود الحياه بالفعل بحضور جماهيري ضخم الى استاد القاهره في اللقاء القادم بين الاهلي وصن داونز يوم 29 من الشهر الجاري. بشكر حضرتك على وجودك معنا، الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام استاذ محمود صبري. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضراتكم على المتابعه، والى اللقاء.